بمناسبه ديانج يا كابتن محمد، كده كده هو لعيب قوي جدا طبعاً، ولعيب مهاري وعمل يعني حاجات حلوه كتير جدا قبل كده، بس مش تحسه انه في الفتره الاخيره مش ديانج اللي احنا عارفينه؟ هو ده برضو وضع طبيعي لسبب، لان هو سنه صغير، موضوع العقود اللي جات له تركيا وحسافر ومبالغ كبيره وكده، وحصل الذهن اتشتت يعني شويه، ممكن دي بتشتت اللعيب غصب عنه ان يروح، طب ما يروحش يفكر في مثلا مقابل مادي، طب يقعد يكمل يعني، برضه لازم بتاخد سنه برضه من تفكيره ومن مجهوده ومن ادائه. بس مش المفروض ان التشتت ده يعني بينتهي بمجرد بدايه المباراه اللي هو مشارك فيها؟ المفروض يبقى مركز في اللي هو فيه وقتها. المفروض هو يمكن ده يعني بيرجع بقى لدور الجهاز الفني معاه، انه لازم يعني او مدير الكره بالتحديد يفصله تماما ما بين حته العقود، وبيبقى يعني مديله الوجهه اللي جايه ان انت معانا مفيش عروض، حتى لو جه بعد كده، لانه وارد ان يجي خلال الفتره اللي جايه برضه عروض تانية، انت معانا لمده معينه، عقدك لسه ممتد معانا لفترات كبيره، يعني لازم يعني انت عارف سن الصغير برضه، غير ما كل لعيب عنده خبرات وكبير في السن ومر عليه الظروف دي قبل كده، بيبقى الفلوس افسدت كره القدم تماما، مش كده برضه؟ مليون في الميه يعني طبعا. مساوئها بقت اكتر بكتير من مميزاتها. احنا لو هنقارن بين العصر الهوايه اللي كنا فيه وعصر الاحتراف دلوقتي، لا الموضوع مختلف تماما. مختلف تماما يعني انا او بعدين كمان المشكله ان مفيش تقييم حقيقي للعيبه، يعني اسعار ضربه في السماء ولا تتناسب مع بعض اللعيبه، ولازم يبقى فيه سقف للكلام ده، لان ده بيزود الاعباء على طبعا الانديه اكيد، وفي نفس الوقت عارف ملهاش نهايه، ملهاش سقف. لا وبيجي كمان على حساب اختيارات ممكن تبقى اظبط من كده. طبعا طبعا. وبعدين المشكله دلوقتي ان انت يعني كان قبل كده مفيش اعباء على الانديه، لو اتكلم على النادي الاهلي معظم الفرقه كانت من الناشئين، من قطاع طبعًا الناشئين، فاوتوماتيك انا بطلع لعقد ولا حاجه. صحيح. هي استماره انا مضيتها وانا صغير عندي 11 سنه التصعيد لغايه ما يمشوني او ابطل او كده. دلوقتي لا، ده سنتين العقد او ثلاثه واجدد، وجالي ايه وهتزودني ايه، والمكاني في الملعب او الزميلي في الملعب ده بياخد كذا، دي عمليه صعبه جدا جدا بالنسبه للاداره والاجهزه. كنت بتحب يا كابتن محمد تبقى بتلعب في الزمن اللي احنا فيه حاليا بالاوضاع وبالارقام دي؟ عايز موسمين اكون نفسي اعدي موسم خلاص، مش عايز حاجه. مع ان يعني حضرتك بترمز لجيل من لعيبه النادي الاهلي، وجيل من يعني لزمن جميل في كره القدم المصريه، كل الفرق كانت اقوى من بعض بالمعنى الحرفي. اللعيبه كانت على مستوى عالي، كل لعيب في الملعب ده فرقه لوحده. طبعا الناس لما كانت بتروح تتفرج على فريق النادي الاهلي مثلا في الثمانينات، رايحين يتفرجوا على مين ولا مين؟ انا راح اتفرج على الخطيب ولا مصطفى عبده ولا طاهر ابو زيد ولا علاء ميهوب ولا ثابت ولا اكرامي ولا ربيع ياسين يعني ولا مجدي عبد الغ، يعني كل واحد فرقه كامله. صحيح. وتقريبا الفرقه كلها بما فيها الاحتياطي منتخب مصر الى حد كبير. كبير. صحيح. طبعا يعني دايما الاهلي طبعا بيبقى القاسم كان بيطعم بس من فرق تانية حاجات كده. ايوه يعني. مظبوط. والفرق الحقيقه كمان يعني الفرق ايام ما كان في فرق شعبيه زي المحله والاسماعيلي والاتحاد والاولمبي والترسانه، كنت بتروح، احنا كنا بنروح مثلا المحله كان يعني كيفين من اللقاء، مباراه معظم الناس هناك لعيبه كبيره جدا برضو منتخب مصر، تروح المنصوره تبقى قلقان، تخيل تروح المنصوره تبقى قلقان فرقه فيها برضو لعيبه منتخب مصر، تروح المصري في بورسعيد، تروح يعني الترسانه كان لها باع كبير. فكان الاتحاد الاولمبي وكله فعلا الدوري كان دوري حلو، وكان طبعا الاهم حاجه فيه ان كان الجمهور مالي المدرجات. طبعا. ودي هي الـ 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 زي ما بيقولوا المتعه بقى بتاعه الكوره، ان يبقى فيه صحيح جمهور كبير في المدرجات. فيعني الموضوع اختلف تماما، بقت المواضيع كلها بتتقاس بالماده والفلوس والكذا والمقابل، وممكن انا اغير رايي واسيب انتمائي عشان اروح حته ثانيه عشان في فلوس زياده، فالموضوع اتغير يعني.